السؤال الثاني أبو عبد الله؟ السؤال الثاني صلاة القصر مع الجماعة، إذا أنا في نية قصر والجماعة ليس لهم نية قصر، هل أكمل معهم صلاة كاملة أم أقصر؟ يجب عليك متابعة الإمام، ولا يجوز لك أن تقصر خلف إمام لا يقصر، فحكمك حكم الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من صلى خلف إمام وهو مسافر والإمام يتم أنه يجب عليه إتمام الصلاة، فإن قصرها لم تصح صلاته.